السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أخونا توفيق من مراكش يسأل سؤال كتابي، يقول ما سر هذا الدعاء الموجود في سورة الإسراء؟ ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا دعاء فيه سر عظيم. الإنسان قد يدخل إلى أي مكان فيه خطر أو يخرج من بيته إلى مكان آخر فيه خطر، مثلا غادي للمحكمة ولا خرج من المحكمة إلى محل آخر ويشعر بأن هناك الأخطار محدقة به، أو يتلقى مع ناس سوف يؤذونه أو يلحقون به ضررا، يأتي هذا الدعاء كحسن حصين. ربي أدخلني مدخل صدق، فين مشيت شي بلاصة وخا يكون الناس عندهم نية سيئة وخا يكون عندهم أذى، الله تعالى يحميك. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وملي بغي نخرج من ذاك المكان أيضا كنقول هذا الدعاء، وأخرجني مخرج صدق، يعني ما يكونش عندي تبعات حتى حاجة من وراي ما تبعني، يديروا كاميرا ديال المراقبة، يديروا سيكوريتي، يديروا كذا وكذا، أنت محمي ما دمت صادقا في نيتك، ما دمت أنك لا تؤذي أحد، ما دمت أنك تخشى الله، فإن الله تعالى يتولاك بالعناية والرعاية. ياما يا أحبابي الكرام دخلنا إلى مواطن خطرة، ياما هذا الدعاء استفدنا منه كثير، مواطن خطرة الأقدار سقطك إليها واللي معنا قاعد تخلعوا. وسبحانك يا جليل ربي عز وجل نجنا بهذا الدعاء، جميل تحفظوا تقولوا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وملي تحصل وتحسب راسك بأنك تورطي وقل ربي اجعل لي من لدنك سلطان واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. نهار تورط كاع ويوقع اللي يوقع، الله عز وجل يسخر لك سلطان نصير، يسخر لك شي واحد كبير المقام، شي واحد عظيم المنزلة فيحميك بتسخير من الله، وما عندهم يحميك وراء بشر، الله تعالى هو الذي سخره فيحميك ويدافع عنك. شحال ديال الناس كنعرفوا مثل الشجون، كم الناس تورطوا في قضايا خطرة أمنية وغيرها وكيقول هذه الخير ليا، بلي ما تخافش، إياك أن تحزن، لك رب اسمه اللطيف بالعباد، ربك أنجى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحماه بنسيج العنكبوت وهي أضعف مخلوق، وحمى سيدنا إبراهيم وأنقذه من ظلم الطاغوت ومن النار التي أرادوا أن يحرقوا فيها، وسيدنا يونس أنجاه الله تعالى من بطن الحوت. ما تخافش، قل هذا الذكر وربي غادي يحميك فين ما مشيتي، غادي في ربما الأخ ديالنا كنتي غادي في الحدود داخل المطار، غادي لواحد المكان عندك شدتك الخوف، ياك ما شي حاجه عندي ماشي هي هذيك، ما تخافش، ما تخاف ما والو، قل وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قل وعودها، وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا سبحان الله، والله شي كلام بغيت نعاود لكم ولكنه لا يليق داخل الاذاعه، لان في اسرار وربي عز وجل ياما وقعنا في اشياء وربي سلكنا، سبحانك حمدناك يا ربي وشكرناك على هذا النعيم اللي اعطانا ربي في القران العظيم. هذا هو السر اخي توفيق ديال هذا الآية المباركة. أخونا توفيق من مراكش يسأل سؤال كتابي، يقول ما سر هذا الدعاء الموجود في سورة الإسراء؟ ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا دعاء فيه سر عظيم. الإنسان قد يدخل إلى أي مكان فيه خطر أو يخرج من بيته إلى مكان آخر فيه خطر، مثلا غادي للمحكمة ولا خرج من المحكمة إلى محل آخر ويشعر بأن هناك الأخطار محدقة به، أو يتلقى مع ناس سوف يؤذونه أو يلحقون به ضررا،
يأتي هذا الدعاء كحسن حصين. ربي أدخلني مدخل صدق في نمشي شي بلاصة وخي يكون الناس عندهم نية سيئة وخي يكون عندهم أذى، الله تعالى يحميك. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وملي بغي نخرج من ذاك المكان أيضا كنقول هذا الدعاء، وأخرجني مخرج صدق، يعني ما يكونش عندي تبعات حتى حاجة من وراي ما تبعني. يديروا كاميرا ديال المراقبة، يديروا سيكوريتي، يديروا كذا وكذا، أنت محمي ما دمت صادقا في نيتك، ما دمت أنك لا تؤذي أحد، ما دمت أنك تخشى الله، فإن الله تعالى يتولاك بالعناية والرعاية. ياما يا أحبابي الكرام دخلنا إلى مواطن خطرة، ياما ياما هذا الدعاء استفدنا منه كثير، مواطن خطرة الأقدار سقطك إليها واللي معنا قاعد تخلعوا. وسبحانك يا جليل ربي عز وجل نجنا بهذا الدعاء. جميع تحفظوا تقولوا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وملي تحصل وتحس براسك بأنك تورطي وقل ربي اجعل لي من لدنك سلطة واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. نهار تورط كاع ويوقع اللي يوقع، الله عز وجل يسخر لك سلطان نصير، يسخر لك شي واحد كبير المقام، شي واحد عظيم المنزلة فيحميك بتسخير من الله، وما دم يحميك وراء بشر، الله تعالى هو الذي سخره فيحميك ويدافع عنك. شحال ديال الناس كنعرفوا مثل الشجون، كم الناس تورطوا في قضايا خطرة أمنية وغيرها، وكيقول هذه الأخرى ليا، بلي ما تخافش، إياك أن تحزن، لك رب اسمه اللطيف بالعباد، ربك أنجى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحماه بنسيج العنكبوت وهي أضعف مخلوق، وحمى سيدنا إبراهيم وأنقذه من ظلم الطاغوت ومن النار التي أرادوا أن يحرقوا فيها، وسيدنا يونس أنجاه الله تعالى من بطن الحوت. ما تخافش، قول هذا الذكر وربي غادي يحميك في ممشيتي، غادي في ربما الأخ ديالنا كنتي غادي في الحدود داخل المطار، غادي لواحد المكان عندك شدتك الخوف، ياك ما شي حاجة عندي ماشي هي هذيك، ما تخافش، ما تخاف ما والو، قل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قل وعودها، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا سبحان الله، والله شي كلام بغيت نعاود لكم ولكنه لا يليق داخل الإذاعة، لأن في أسرار وربي عز وجل ياما وقعنا في أشياء وربي سلكنا. سبحانك حمدناك يا ربي وشكرناك على هذا النعيم اللي أعطانا ربي في القرآن العظيم. هذا هو السر أخي توفيق ديال هذا الآية المباركة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.